ما كان ضد انا القانون او استاذن ضد. بس الكاميرا تجيب لي بعد اذنك تعمل كلوز اب على الماده دي سيد الوزير، عشان احنا سمعنا بما فيه الكفايه، احنا سمعنا تفسيرات من معاليك بما فيه الكفايه. خلاص اهي الماده، هي يا فندم اهي ماده ممكن 100 من تقراها لنا الدستور، بعد اذنك يا استاذ وائل؟ الماده 100 من الدستور يا فندم. على اسف مهلك معلش، على مهلك. المادة 100 من الدستور يا فندم بتقول تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل حضرتك سامعني، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعني رأفة بينا. وأنا وجهت لحضرتك سؤال قبل كده أو رسالة، كل ما حضرتك بتدي تصريح إحنا بنطمن إن إحنا ماشيين صح. في عقول بتسمع حضرتك، وفي ناس ذات مؤهلات ربنا إداها مؤهلات إن هي تفهم تسمع حضرتك. كفى استهانة بعقول أبناء الشعب المصري يا سيادة رئيس الجمهورية، بنستغيث بالله ثم بحضرتك، كفى استهانة واستخفاف بعقولنا. طيب استاذ وائل خليني بس